تكتسي أهمية بالغة لأنها تأتي في وقت حرج جدا وفي وقت صعب جدا، حيث يقوم أسران الأبطال بإضراب داخل سجون الاحتلال من أجل مطالب خاصة ومن أجل مطالب إنسانية، ولكن الحكومة الإسرائيلية إمعانا منها في إذلال ولن نسمح لها، في إرضاخ ولن نسمح لها، في إسكات ولن نسمح لها، هؤلاء المساجين قررت أن ترفض هذه المطالب. ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا مضى اليوم 39 على إضراب، ومع ذلك فالحكومة الإسرائيلية كأنها غير موجودة ولا تستمع إطلاقا إلى هذه المطالب، رغم أننا يعني وسطنا جميع العالم، وآخر هذه الوساطات كانت المبعوث الأمريكي اليوم السيد جيسون جرينبلات ذهب إلى الحكومة الإسرائيلية، طبعا لم يأتنا الآن بجواب، لكن نرجو أن يأتي بجواب، إنما أملنا ضعيف في أن يعطى هذا الجواب. لهذه الحركة على امتداد تواجدنا في هذا العالم، مع تنكر واضح لهذه الحركة.